نشرة مفصلة للأخبار من الميادين نستهلها بأبرز العناوين. تقدم سريع للجيش السوري في ريف درعا الشرقي، والجماعات المسلحة تؤكد فشل الاجتماع مع الروس في جنوب سوريا. البرلمان العراقي ينهي الدورة التشريعية بانتظار إعادة فرز النتائج، والمفوضية تعلن بدء العد اليدوي الثلاثاء. السويد تبدي استعدادها لاستضافة جولة المفاوضات اليمنية المقبلة. وفي النشرة، رونالدو وميسي يودعان المونديال باكرا ومعا. أهلا بكم. حرر الجيش السوري سلسلة قرى وبلدات في ريف درعا الشرقي، بينها الجيزة والسهوة والغارية الغربية والكرك الشرقي والمسافرة. كما دخل الجيش بلدات الغارية الشرقية وأم ولد وتل الشيخ حسين وتلول خليف عبر اتفاق مصالحة. مراسلة الميادين أفادت بأن الشرطة الروسية دخلت بصرى الشام، حيث وافق المسلحون على الاستسلام. إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الجماعات المسلحة فشل الاجتماع مع الروس في جنوب سوريا، مؤكدا رفض المسلحين مطلب روسيا الاستسلام للجيش السوري. لا يمكن تحديد المناطق التي وصل إليها الجيش السوري في ريف درعا الشرقي، فسرعة انهيار المجموعات المسلحة تسابق خرائط انتشاره الجديدة. الوحدات تتقدم عبر الريف الشرقي والجنوبي الشرقي لدرعا وأخرى من غربها، تعيد وصل مناطق سيطرة الجيش السوري من ريف السويداء إلى ريف درعا وصولا إلى الطريق الدولي، وتقلب مسار الصراع في سوريا. أكثر من 65 قرية وبلدة استعادها الجيش السوري بالعملية العسكرية أو بالمصالحات. السلم رجحت كفته حين استرد الوجهاء المبادرة لإنقاذ حوران وإبطع وداعل وطفص والعشرات من البلدات. الجيش عمل مع حلفائه على تصديع الجبهة الداخلية في شرق درعا. فالعملية العسكرية والتقدم السريع للجيش أديا تدريجيا إلى انسلاخ البيئة الحاضنة، تظاهرت وتمردت ضد المجموعات المسلحة التي تبادلت التهم بالخيانة وبتسليم المناطق للجيش. باعوا حوران للنظام، باعوا حوران للموك، باعوا شرفهم، باعوا عرضهم. خنازير ولاد خنازير، وهم والصف الأول والصف الثاني والصف الثالث اللي وراهم، ما راحت شغير أهل حوران المساكين وهالعناصر هاي المساكين، راح رموها على الجبهات. ما أعطوهم سلاح ولا أعطوهم ثقيل ولا أعطوهم شيء. بدكم تسلموا للنظام، ليش ما قلتوا؟ الخيارات ضاقت بعد انتصار الغوطة الشرقية وتطهير جنوب دمشق آخر خطوط الدفاع عن المنطقة الجنوبية. المجموعات المسلحة راهنت على اتفاق خفض التصعيد وحماية واشنطن وتل أبيب لها قبل أن تحل الحرب على تخومها. الحرب لا جدوى منها بعد أن تخلت غرفة عمليات عمان عن قيادتها. القلق الأردني من موجات نزوح جديدة أو تسلل المسلحين إلى أراضيه سيزيد من الضغط أكثر لحسم واحدة من أكثر الجبهات السورية ازدحاما بالأطراف الإقليمية. الانتصار مستمر في درعا لأن الجيش والحلفاء لم يتوقفوا عن إنهاك المسلحين أو استنزافهم أو مهاجمتهم شرق المدينة وغربها، وهي واحدة من أقصر المعارك التي خاضها الجيش السوري على الإطلاق، والمجموعات المسلحة فيها كانت الأسرع إلى الاستسلام أو الهزيمة بعد تخلي الداعمين عنها. ديما نصيف، دمشق، الميادين. كاميرا الإعلام الحربي دخلت أحد مقر الإرهابيين في بلدة الصورة بريف درعا الشمالي الشرقي، وهو بناء جديد عده الإرهابيون سجنا تحت الأرض. نحن هلا بالصورة، هي السجن المركزي على ما يبدو كان لهم، بيحتوي فينا نقول على بين 20 ل 30 زنزانه منفرده. هلا من وثقه بالصور، تفضل. هاي زنزانه جماعيه كانت تحوي على اسرى ومخطوفين، اما مدنيه او عسكريه. هون زلازل افراديه. طبعا اذا بتلاحظ فوق فتحه تهويه وحيده، كله تحت الارض. هاي مفتوحة لفوق، ما في غيرها. كله تحت. طبعا هون كله تحت الأرض.
كل هالبناء وهالتصميم هذا كله زلازل أي وسيلين كله تحت الأرض. هاي غرفة كانت تحوي على المسلحين، غرف منامي لهم. نعم كمان سجن جماعي كان يحوي على مساجين. هاي كمان ثياب وغراض غراض نوم كلها للمسلحين كانوا كله بطن تحت الأرض. هاي كله مدعم هون بطبقة من الرمل فوق البناء من 2 ل 3 متر. كمان شواكي عالية كله تحصين عالي. هاي السواتر كلها من باب التحصين وزيادة حماية السجن اللي كان موجود هون كلها مشان تفادي ضربات الجيش. بدأ الجيش الأردني إيصال مساعدات إنسانية إلى آلاف النازحين السوريين قرب الحدود السورية. وكالة الأنباء الأردنية نقلت عن المتحدثة باسم الحكومة جومان غنيمات تأكيدها أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعدة النازحين على تحمل الأعباء المعيشية داخل أراضيهم، وشددت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الأوضاع في الجنوب السوري. إسرائيل يبدو أنها أقرت بالخسارة في معركة جنوب سوريا معترفة بالانتصار الكبير الذي تحدث عنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لكن تبقى الأمال الإسرائيلية معلقة على قمة ترامب بوتين المرتقبة. هاني فحص. بالخلاصة أمام حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن انتصار كبير للجيش السوري وحلفائه في جبهة الجنوب السوري ترددت أصداؤه في إسرائيل مع إقرار سريع بخسارة إسرائيل أيضا في تلك المعركة. أجد نفسي هذا المساء مع زعيم حزب الله حسن نصر الله الذي قال أنه أمام انتصار كبير له وللأسد على المتمردين، وأنا أقول بتواضع أنه انتصار على إسرائيل أيضا. نحن الخاسرون في الحرب السورية، الأسد سيصل إلى الحدود وفي أعقابه سيصل عناصر ميليشيات إيران وحزب الله متى أرادوا وبأي وتيرة يحددونها هم. خيبة الأمل الإسرائيلية من ميزان القوى المتبلور على حدود الجولان المحتل لصالح الجيش السوري وحلفائه والضرب بعرض الحائط كل المطالب الإسرائيلية مع تهاوي المجموعات المسلحة التي لطالما دعمتها إسرائيل دفع أوساطا إسرائيلية إلى تعليق الأمل على قمة ترامب بوتين المرتقبة في هلسنكي لتحقيق مصالح إسرائيل الأمنية. اجتماع بوتين ترامب سيكون حاسما لناحية المصالح الإسرائيلية في سوريا. ترامب يريد أن يتحدث مع بوتين عن صفقة شاملة في سوريا، صفقة تنص وفق تقارير أمريكية على بقاء الأسد في السلطة مقابل خروج الإيرانيين والقوات الأمريكية من سوريا. هناك من الآن انتقادات في الولايات المتحدة الأمريكية لأن ترامب سيقترح في قمة هلسنكي إخراج القوات الأمريكية من سوريا، ومعنى ذلك هو تركها لإيران عبر الروس، وبغض النظر عن الاتفاق فإن الأمريكيين سيخدعون في النهاية. الآمال الإسرائيلية بتخلي الرئيس الأسد عن الجولان لن تتحقق برأي محللين، ووفقا لهم فإن المخاوف الإسرائيلية تتعلق تحديدا باليوم الذي يلي استعادة الأسد لمنطقة الجولان السوري وبقاء القوات المعادية لإسرائيل هناك، الأمر الذي يعرض إسرائيل للخطر بحسب المحللين. الصحفي الأمريكي سيمر هيرش شدد على أن منظمة الخوذ البيضاء هي منظمة دعائية بامتياز، وفي مقابلة مع قناة روسيا اليوم أشار هيرش إلى وجود تقارير استخبارية تؤكد تزويد السعودية وتركيا جبهة النصرة الإرهابية في سوريا بغاز السارين. علمنا من تقارير استخبارية أن المملكة العربية السعودية وتركيا تقدمان المواد الكيميائية الأساسية للسارين إلى النصرة في سوريا. السارين المستخدم في الهجوم الكيميائي على الغوطة عام 2013 لم يكن السارين الذي يملكه الجيش السوري آنذاك، وقد أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن آثار غاز السارين فيما يسمى مجزرة عام 2013 في الغوطة لا تتوافق مع نوع الأسلحة الكيميائية التي كانت في حوزة الحكومة السورية في الوقت الذي ارتكبت فيه المجزرة.
أنهى البرلمان العراقي دورته التشريعية الثالثة بانتظار إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الأخيرة. وفي توصيات غير ملزمة طالبت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بإلغاء النتائج بالكامل. نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي الذي ترأس الجلسة قال أن العملية الانتخابية أصبحت موضع شك عند الجميع في الحكومة والسلطة التشريعية، ولم يبحث البرلمان موضوع التمديد له بسبب عدم توافر النصاب القانوني. العملية الانتخابية أصبحت عند الجميع مشكوك فيها، سواء كانت الحكومة بأجهزتها المختلفة، مخابرات وأمن ونزاهة، ومن الجهات، وصدرت قرار مجلس وزراء بهذا الموضوع بشكل واضح، ومجلس النواب أيضا بعقده النصاب ثبت أيضا أن هذه الانتخابات فيها خلل، ووفق هذا المجلس بكل الذين حضروا كما أشرت ممن نال ثقة الشعب ولم ينال، وفق هذا المجلس في تعديل القانون، تعديل القانون الثالث، وثبت مبدأ كنا كل حريصين عليه هو أن يكون العاد والفرز شامل لكل الصناديق، لكن يبدو أن في هذه الصناديق شيء من البعبع المخيف الذي لا يجوز مسه أو الوصول إليه. رئاسة الجمهورية العراقية دعت الكتل الرئيسية إلى اجتماع يعقد خلال الأيام المقبلة لمناقشة متطلبات المرحلة المقبلة. بيان الرئاسة دعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى بذل قصارى جهودها لإكمال إجراءاتها القانونية الضامنة للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. كما حث القوى على القبول بنتائج الفرز والعد اليدوي المقرر من المحكمة الاتحادية، وأكد وجوب التزام كل الكتل السياسية بالتوقيتات الدستورية. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعا جميع الأطراف إلى الوحدة في المرحلة المقبلة، وخلال كلمة له في احتفالية ذكرى ثورة 20 أكد العبادي أن الجيش العراقي سيستمر في ملاحقة الخلايا الباقية من الإرهاب والقضاء عليها. يوجد مشاريع وجهات مجاميع إرهابية هنا وهناك، ولكننا سنلاحقهم كما ذكرنا قبل أيام في لقائنا مع قادة القوات الأمنية بأننا سنلاحق كل إرهابي حتى كان مفرد. تعرفون الآن ما يقاتلون إلا من وراء جدر، لأنه ما عندهم سيطرة على الأرض. الإرهابيين منعناهم من السيطرة على الأرض، فتتناهم وقتلناهم، ولكنهم تحولوا إلى بؤر. هذه البؤر لا تتمكن ولا تجرؤ على مواجهة قواتنا في النهار. وسط الدمار في الموصل القديمة عزف قائد الأوركسترا العراقي كريم وصفي على آلة التشيلو بهدف بث الحياة في أرجاء المدينة المنتصرة على الإرهاب. واعتاد وصفي أن يحمل آلة التشيلو ويجول بها في أماكن تعرضت لحوادث إرهابية أو دامية. إننا شعب لا يموت. بهذه الكلمات اختصر المايسترو العراقي كريم وصفي تصميم شعب بأكمله على النهوض من تحت الركام. مايسترو بغداد كما يعرفه الكثيرون اختار جامع النوري الذي دمرته يد الإرهاب في الموصل القديمة. عزف الموسيقى الحزينة التي تناغمت وتماهت مع أكوام الدمار خلفه، مرتديا قميصا أبيض في تناقض صارخ يحمل رسالة الحياة في وجه الموت الأسود الذي زرعه الإرهاب. عزف من أجل الأرض، من أجل شهداء ارتقوا هنا وهناك، عزف من أجل العراق المنتصر على الإرهاب. استقطاب الجهات الدولية والعالمية باتجاه إرساء مفاهيم أوسع باتجاه البناء وإكمال ما هو كان موجود والحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من إرث ثقافي وإنساني ومجتمعي وتاريخي في هذه المدينة العريقة. ذكرنا بالماضي، ذكرنا بالتاريخ القديم العريق، بهذه المدينة المنكوبة اللي أهلها هسه يعانون حيل حيل بشدة. صوت آلة تشيلو كسر رتابة الصمت المطبق في مدينة تحاول لملمة جراحها من جديد، أمر ليس جديدا على هذا الفنان العراقي الذي تحدى دائما الظروف الأكثر مأساوية بنشره ثقافة الحياة.
فكريم اعتاد أن يحمل التشيلو ويزور أماكن تعرضت لحوادث إرهابية أو دامية. فكما نهضت بغداد سابقا وتحررت من براثن الإرهاب، ها هي الموصل اليوم تنهض على أنغام التشيلو الذي يحمله كريم إيمانا منه بقدرة الموسيقى على تهدئة الألم. في قطاع غزة شيع آلاف الفلسطينيين الطفل الشهيد ياسر أبو النجا الذي استشهد في مسيرة العودة الجمعة. المشيعون مواطنين وقادة فصائل طالبوا المؤسسات الدولية بحماية الأطفال الفلسطينيين. جرح جديد في الجسد الغزاوي بفعل جرائم الاحتلال. ياسر أبو النجا طفل في 13 من عمره أضاف سجلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية إثر إصابته برصاص قنص إسرائيلي في رأسه أثناء مشاركته في مسيرات العودة. أطفال غزة ليش كلهم بموتوا هيك؟ إيش عاملين لليهود؟ طفل عمره 12 سنة يما، إيش عامل لتطلع ظابط ومجند هيكون سوق أنس يطيروا راسه؟ إيش عامل ياسر؟ كان حامل الصواريخ ولا ماشي بدبابة؟ إيش عامل طفل؟ وإلى جانب الطفل ياسر ارتقى شهيد آخر في الجمعة 14 من مسيرات العودة لتصبح مواكب الشهداء رمزا يؤكد تمسك الفلسطينيين بثوابتهم. مسيرات تشييع شهداء مسيرة العودة وإن باتت مشهدا مألوفا إلا أنها تحمل في طياتها نصف الحكاية فقط، فجريمة الاحتلال لا تقف عند قتل المدنيين العزل بل تمتد إلى تعمد إصابة الآلاف بجروح متنوعة. على أسرة المستشفيات يرقد جرحى مسيرات العودة، فرصاص الاحتلال الذي لم يفرق بين كبير أو صغير حول حياة المصابين إلى معاناة في ظل نقص الإمكانات. رصاص وإن أصاب الأجساد إلا أنه عجز أمام العزيمة هنا. إذا أنا ما حدش اطلع لنا ولا حدا صفرنا ونعمل علاج برا في الخارج أجرينا حيتبطروا قدامنا ويتقطعوا رجلينا ونقعد بدون رجلين. أنا شخصيا كنفسي أنا عملت اللازم ونصبت برجلي، لكن انطبت حرجع كمان مرة. مش ندمان. وخلال مسيرات العودة استخدم الاحتلال أسلحة محرمة دوليا في قمعها، الأمر الذي رفع عدد الإصابات إلى نحو 15,000 مواطن في ظل غياب تام لمحاسبته. أحمد شلدان، غزة، الميادين. يأتي ذلك فيما حذرت وزارة الصحة من انهيار منظومة العمل الصحي في ظل أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة تواجه مرضى القطاع. تقرير أحمد غانم. نجا من الموت بأعجوبة، فأحمد الذي أصيب برصاصة متفجرة خلال مسيرات العودة مهدد بضياع مستقبله ما لم يتلقى رعاية طبية متقدمة تفتقر إليها مشافي القطاع التي بالكاد توفر له سريرا بين جدرانها، واليوم يقاسي مرارة إصابته مرغما في انتظار فرج يعيد إليه الأمل بالحياة. أنا عندي كذا نوع علاج لازم أخذه في اليوم، وانا مش متوفر عندي مال اني اضلنا اشتري العلاج من برا، المستشفى بتوفرناش علاج، وانا يعني عندي عمليات لازم اعملها برا البلد، وبناشد انه المعابر يعني فيش حد بطلعنا ولا اشي، يعني خلي العالم يشوف انه احنا بنعاني كتير ووضع صعب وكل شيء صعب وفي عقوبات على غزه وحصار واحنا مصابين، يعني لازم ناخذ علاجنا، في ابرنا لازم يوميا ناخذها مسكنات من كتر الالم. صار عندي الألم ألمين، ألم نفسي وألم الإصابة. واقع قد لا يختلف أيضا عن حال مئات مرضى السرطان الذين يواجهون الموت مرتين، مرة أولى بغياب الدواء والأخرى بمنعهم من السفر لتلقي العلاج اللازم. بحاول أطلع أعمل فحص البيت سيتي ومش قادر أطلع أعمله لأنه أرسل وقيد الفحص قيد الفحص قيد الفحص. كلمة قيد الفحص هذه أتعبتني، انتظار على الفاضي وكأنك تنتظر الموت قاعد.
وزارة الصحة حذرت من انهيار المنظومة الصحية في ظل أزمة نقص الأدوية التي تعصف بها، فضلا عن تقليص السلطة لأعداد التحويلات الطبية لمرضى القطاع، مرورا بأزمة نقص الوقود وإغلاق المعابر التي تحول دون سفر المرضى أو دخول المساعدات. أكثر من 90% من الخدمات المقدمة لمرضى الأورام غير متوفرة في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي لا زال يمنع أكثر من 56% من هؤلاء المرضى من مغادرة قطاع غزة، وتأجلت أكثر من 8000 عملية جراحية بسبب عدم وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية. أرقام خطيرة تستدعي بحسب وزارة الصحة في غزة تدخلا دوليا عاجلا لكسر الحصار بشكل كامل. ويشكل صمود قطاع الصحة في مقبل الأيام تحديا كبيرا في ظل تزايد الاعتداءات الإسرائيلية والتهديدات بشن عدوان واسع على القطاع. أحمد غنم، غزة، الميادين. وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأطفال الفلسطينيين، نظمت حركة البناء الوطني في الجزائر مهرجان الطفل الفلسطيني في دورته الثالثة تحت عنوان صرخة طفل، القدس عاصمتي. المشاركون من سياسيين وحقوقيين أكدوا أن الهدف من المهرجان هو ترسيخ القضية الفلسطينية في وجدان الأطفال. نحن نريد أن نرجع البوصلة في الطفل الجزائري حتى لا يتأثر بمختلف المشاهدات في الإعلام العربي وفي الكتابات العربية وفي كل التأثيرات والمواضيع. الرسالة أنا اللي حبيت نبلغها اليوم أن الطفل الفلسطيني الذي حرم من طفولته منذ 1948 يعني ليومنا هذا وهو يعاني، بينما في الوقت الذي الأمم المتحدة تتغنى بميثاق حق الطفل، أين هي حقوق الطفل؟ احتجاجا على إدراج اسم إسرائيل في مادتي التاريخ والجغرافيا، أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في مدينة القصرين إيقاف عملية تصحيح امتحانات البكالوريا دورة المراقبة. وشهدت الجامعة حراكا احتجاجيا نفذه الأساتذة. بلال مبروك. نحتج على تضمين اسم دولة إسرائيل في اختبار التاريخ والجغرافيا، الاختبار التونسي لحما ودما، تونس العروبة. مجددا الجامعة العامة للتعليم الثانوي ترفع الصوت عاليا، غضب وإيقاف لتصحيح امتحانات البكالوريا لمدة ساعة مع وقفات احتجاجية في مختلف المحافظات الجمهورية التونسية. السبب عدم التنصيص على إسرائيل كدولة محتلة أو كيان غاصب في موضوع مادة التاريخ في امتحانات البكالوريا. النقابة رأت أن الحادثة تمثل خطوة أخرى في اتجاه تشييء القضية الفلسطينية. الرسالة واضحة أن قطاع التعليم الثانوي وعلى رأس الجامعة العامة للتعليم الثانوي ومختلف الهياكل الدنيا والوسطى في الجهات ترفض مثل هذه المسائل، من جهة المس من الامتحانات الوطنية، أيضا من جهة المس من قناعات الشعب العربي في تونس، رفضا لأي الشكل من أشكال تطبيع مقيم الغاصب. والقطاع التعليم الثانوي تعلمون أنه تاريخيا ناضل بأشكال متنوعة لرفض أي شكل من أشكال التطبيع. تحرك المجتمع المدني الرافض للتطبيع بكل أشكاله يترجم وعيا شعبيا تونسيا بمحورية القضية الفلسطينية، فعلى الرغم من غياب أطر قانونية تجرم صراحة التطبيع، يصر الشارع التونسي على دعمه للشعب الفلسطيني ومقاومته مهما تمكنت منه الأزمات الاقتصادية والسياسية. مسألة التطبيع هذه ساعة الأولى في تونس خط أحمر، معناها هذه من البديهيات والمسلمات اللي تتفق عليها التوانسة كل من الجنوب للشرق للغرب. مع عمرها ما كان دولة إسرائيل، هو كيان صهيوني، فهمت ولا تغرس كي سرطان في الأمة العربية. الولاد صغار اللي موتوا، البنات اللي قاعدين يموتوا، كنا دم، كنا هي فلسطين هي تونس. الشعب يريد تحرير التطبيع. التظاهرات والاحتجاجات والندوات المناصرة للقضية الفلسطينية لم تتوقف في تونس، بل تطلع بدور الضاغط الشرس متى حاول البعض تغيير مسار البوصلة عن وجهتها الحقيقية، الدعم اللامشروط لأعدل القضايا الكونية، فلسطين. تثبت المنظمات النقابية الوطنية التونسية التزامها الدفاع عن الحق الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة،
فمسألة تجريم التطبيع بكل أشكاله لن تصير مجرد وجهة نظر لدى التونسيين. بلال مبروك، تونس، الميادين. الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي في تونس الأسعد اليعقوبي أكد أن محاولات إدراج إسرائيل في الثقافة التونسية لم تتوقف. وفي اتصال مع الميادين شدد اليعقوبي على أن المدرسة التونسية وفية للقضية الفلسطينية ولن تخترقها دعوات التطبيع. يعني في تقديري يعني واهمون هؤلاء إذ يعتقدون أن المدرسة التونسية قد تخترقها هذه السموم. يعني أثبتت المدرسة التونسية بعد 14 جانفي وحتى قبل 14 جانفي أنها وفية لقضية فلسطين. علم فلسطين يكاد يرفرف يوميا في مؤسساتنا التربوية. كل ما نقدمه نحن كمدرسين أو كنشطاء يعني نقابيين أو داخل المجتمع المدني داخل مدرستنا يعني فيه يعني هذا العمق في نصرة فلسطين. فاصل قصير ونواصل نشرتنا. أهلا بكم من جديد. أعلن المبعوث السويدي إلى اليمن استعداد بلاده لاستضافة جولة المفاوضات المقبلة. وكالة الأنباء اليمنية في صنعاء قالت إن المبعوث السويدي أكد خلال زيارته رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط معارضة بلاده الهجوم على الحديدة. وأضاف أن ملف اليمن هو أحد أبرز الملفات المطروحة أمام مجلس الأمن الذي ستتولى السويد رئاسته قريبا. أعلنت القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى استهدف قوات التحالف السعودي في الساحل الغربي للبلاد. وأكد مصدر في القوة الصاروخية اليمنية أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة وفق وكالة سبأ الرسمية في صنعاء. وشهدت مديرية التحيتة قصفا مدفعيا وصاروخيا متبادلا بين قوات الجيش واللجان الشعبية وبين قوات التحالف السعودي. عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أكد أن المعارك في الساحل الغربي تصب في مصلحة الجيش واللجان الشعبية. البخيتي أشاد في اتصال مع الميادين بكلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بخصوص اليمن. أي حشد جديد وأي محاولات جديدة سيكون لها ردة فعل. وأنا أقول لأمريكا وكل حلفاء في المنطقة أن ما يقومون به هو تجنيد الشعب اليمني وإعداده للمعركة الفاصلة للمعركة الكبرى في المنطقة. أثبتت الأسلحة الجديدة التي تم تطويرها فعالية خصوصا في معركة الساحل سواء فيما يتعلق بالصواريخ المضادة للسفن حيث تم إفشال عملية إنزال كبيرة كان العدو يراهن عليها. أيضا إدخال الطيران المسير. أيضا تطوير بعض الصواريخ المتوسطة المدى أو قريبة المدى التي يتم الآن استخدامها في الساحل. الآن هي نحتاج لعملية تطوير وأيضا توسعة أو يعني زيادة خطوط الإنتاج. والعدو الآن يدرك مدى خطورة ذلك لأن تحقيقنا لخطوات متقدمة في جانب السلاح إلى جانب العقيدة التي يحملها المقاتل اليمني ستحسم المعركة ليس في اليمن وإنما أيضا في الإقليم. البخيتي أكد دعم عودة كل المكونات السياسية اليمنية إلى الحوار متهما الأطراف السياسيين المقابلين بوضع شروط تعجيزية. نحن مع عودة المكونات السياسية إلى طاولة الحوار لكن المشكلة أن الأطراف المتحالفة مع السعودية تضع شروط تعجيزية في أي حوار. يطالبون بتسليم السلاح، يطالبون بالانسحاب من المناطق التي نسيطر عليها. طبعا وهدف هذا العدوان ليس إعادة هادي إلى السلطة وإنما لإعادة السفير الأمريكي إلى صنعاء ليكون هو الحاكم الفعلي لليمن، وهذا لن يتم إلا بإعادة هادي. إذن هي معركتنا معركة استعادة سيادة واستقلال. أعلنت وزارة الصحة اليمنية أن حياة مرضى الغسيل الكلوي وزراعة الكلى في اليمن تزداد سوءا وتعقيدا ولا سيما بعد تصعيد الهجوم الأخير في الساحل الغربي ما أدى إلى إقفال بعض مراكز غسيل الكلى. بيان الوزارة أوضح أن مرضى غسيل وزراعة الكلى باتوا مهددين بالموت بسبب الحصار. الوزارة أشارت أيضا إلى أن أكثر من 2200 مريض من زارعي الكلى يحتاجون العلاج اللازم للبقاء أحياء. ولفتت إلى أن معاناة مرضى الفشل الكلوي في اليمن تتفاقم من دون أي اكتراث من الضمير العالمي.
وحول هذا الموضوع معنا من صنعاء الناطق الرسمي لوزارة الصحة اليمنية دكتور يوسف الحضري. أهلا وسهلا بكم دكتور. بالأعداد والإحصاءات إن توفرت حبذا لو تضعنا في صورة وضع مرضى الغسيل الكلوي في اليمن حاليا، وكيف أثر الهجوم على الساحل الغربي على هؤلاء المرضى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندما نتكلم نحن عن الغسيل الكلوي وأمراض الغسيل الكلوي، فالعدد البالغ تقريبا حوالي 5800 حالة مسجلة في وزارة الصحة. العدد آيل للارتفاع بسبعة أسباب، منها أمراض الكوليرا وما إلى ذلك. الأجهزة التي هي متواجدة والأدوية اللازمة لهؤلاء منعدمة، أو بالأصح شحيحة. الاستجابة للمنظمات وإن كان هناك تجاوب، لكن الاستجابة بطيئة والإجراءات الروتينية صعبة. الأهداف التي حصلت والتي انعكست عليها انعكاسا سلبيا في معركة الساحل، نحن نتكلم على حوالي أكثر من 20% من مرضى الغسيل الكلوي يبطنون الساحل الغربي. تخيل يا عزيزي، هؤلاء تأثروا تأثرا مباشرا إما عبر النزوح أو إغلاق كثير من تلك المراكز التي تتواجد في تلك المنطقة، خاصة مركز زبيد، والذي وضع العدوان أن هذا المستشفى وهذا المركز تحت دف بنك أهدافه أمام العالم، لم يستحي من تلك القوانين الدولية التي تحرم عليه استهداف المنشآت الطبية والكوادر الطبية وما إلى ذلك، بل أنه استهدفها في كثير من مراحل حياته. هذا هي المأساة التي نتكلم عليها. عوضا، مريض الغسيل الكلوي هو ينتظر الموت في أي لحظة، إما بانقطاع الأدوية، إما بتعطل الأجهزة وعدم قدرتنا على إصلاحها، إما بتأخر استجابة المنظمات. فمريض الغسيل الكلوي هو ينتظر الموت في أي لحظة. نعم، في هذه النقطة تحديدا تحدثتم عن الاستجابة البطيئة للمنظمات الدولية في مسألة تزويد بالأدوية وإلى آخره فيما يخص هؤلاء المرضى. من يتحمل مسؤولية هذا التباطؤ؟ ما دور أيضا العدوان في ذلك؟ الحصار 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 والإجراءات التشديدية في الحصار، التفتيش، إغلاق المطارات، الآن تهديد ميناء الحديدة المنفذ والمتنفس الوحيد لليمن، خاصة هذه المناطق التي نتكلم عليها تحت إدارة الجيش واللجان الشعبية. فهذه كلها تنعكس سلبيا بشكل كبير جدا على هذه الإدارة. أيضا هناك إجراءات روتينية، نطالب المنظمات بأن تحاول أن تخفف من هذه الإجراءات وهذه التحركات في ظل هذه الظروف. نحن نتكلم عن ظروف طوارئ، لا نتكلم عن ظروف استقرار أو ظروف أمن. إذا أراد أن تأخذ فترة في موضوع روتينها التعاملي لا بأس في ذلك، ولكن في مثل هذه الظروف لا يجب عليها أن تكون بهذا المستوى في هذه الإجراءات الروتينية. فهناك الطرف الرئيسي هو طرف العدوان وحصار العدوان ونقل البنك أيضا من صنعاء إلى عدن وشحة الموارد المالية وما إلى ذلك بسبب الحصار الاقتصادي وتدمير البنية التحتية. وأيضا من جانب آخر هناك إجراءات روتينية يجب على المنظمات عبر هذه الجناة أن تخفف منها. شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة معنا الدكتور يوسف الحاضري الناطق الرسمي لوزارة الصحة اليمنية، كنتم معنا من صنعاء. المجلس النرويجي للاجئين في اليمن حذر من استمرار الحرب في محافظة الحديدة غرب البلاد. المجلس دعا إلى وقف الحرب وتحقيق السلام كحل للوضع الإنساني المتردي في المحافظة الساحلية. أحمد زبيبة. الوضع الإنساني في الحديدة غرب اليمن في تفاقم مستمر، هكذا يقول المجلس النرويجي للاجئين في اليمن. 43,000 نازح خلال أسبوعين فقط منذ بداية عمليات التحالف يتوزعون في حجة وتعز وذمار وإب وصنعاء، ويفتقدون إلى الماء والغذاء والمأوى. الوضع الإنساني في الحديدة متأزم ومتفاقم بسبب النزاع الذي حدث منذ أسبوعين. بحسب الإحصائيات التي وصلت إلينا، 43,000 نازح نزحوا من داخل الحديدة إلى خارجها، والبعض نزح من حوالي الحديدة إلى داخلها.
نحن نخشى أن المساعدات الإنسانية قد لا تصل إلى هؤلاء النازحين في حال تفاقم الوضع بشكل أكثر في الوقت الراهن أو في الوقت الذي سيأتي. نحن نحث كل الأطراف المتنازعة إلى وقف الحرب، نريد حلول سلمية. 3 ملايين مواطن في الحديدة جميعهم معرضون للنزوح الجماعي، وحتى النزوح اليوم أصبح مستحيلا مع استهداف التحالف للنازحين في الطرقات أثناء هروبهم من الحرب. الجرائم التي يرتكبها العدوان في حق أهل الحديدة، أولا بإخراجهم من مساكنهم، وثانيا باستهدافهم وهم في الطرقات، وهذه ربما الكارثة الكبرى، لأنه لا يراد لأهل الحديدة أن يستقروا لا في مساكنهم، وهذا استهداف بدأ يتضح من الصورة التي شاهدناها عبر وسائل الإعلام، ولا من حيث أنهم سينتقلون، وبالتالي هناك مأساة إنسانية حقيقية. إغراق المحافظات اليمنية بالنازحين مع تردي وضعهم الإنساني هدف التحالف السعودي، هكذا يقول مراقبون، ناهيك بأن التقارير تشير إلى اعتماد 3 من كل 5 أشخاص في الحديدة على المساعدات الإنسانية، علما أنه وفي ظل المواجهات والقصف توقف الدعم وتفاقم الوضع. يتحمل التحالف السعودي مسؤولية حربه في الحديدة التي طالت المواطنين وهجرتهم من منازلهم ودمرت موارد المحافظة الحيوية من المياه والكهرباء والإنتاج الزراعي وغيرها، في تحدي مستمر للقرارات والمواثيق الدولية التي تجرم كل ذلك. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. المكتب السياسي لحركة أنصار الله ثمن مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اتجاه ما يتعرض له الشعب اليمني، مشيدا بمواقفه الشجاعة في دعم اليمنيين ومساندتهم، وأكد أن الشعب اليمني يرى أن معركته هي مع عملاء الصهاينة وسماسرة صفقة القرن بحسب تعبيره، وشدد على أن المعركة لم تعد معركة اليمن وحده، بل معركة يرتسم عليها مستقبل القضية الفلسطينية والمنطقة بأسرها. نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي رأى أن عدم دخول باكستان إلى التحالف السعودي ضد اليمن خطوة واعية وشجاعة. وخلال استقباله رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال بلال أكبر، رأى سلامي أن إيران وباكستان تمثلان عمقا استراتيجيا إحداهما للأخرى. أما أكبر فقال أن المحادثات مفيدة جدا وخطوة مناسبة لتنمية العلاقات بين القوات المسلحة الباكستانية والإيرانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على زيادة إنتاج النفط، وفي تغريدة على تويتر قال ترامب أن الملك سلمان وافق على طلبه زيادة الإنتاج قرابة 2 مليون برميل يوميا لتعويض نقص الإنتاج من إيران وفنزويلا. بيان سعودي أعلن أن الطرفين أكدا في اتصال هاتفي الاتفاق على المحافظة على استقرار أسواق النفط وتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات، من دون ذكر حجم الزيادة التي أعلنها ترامب. المرشد الإيراني آية الله السيد علي خامنئي أكد أن إيران ستحبط المساعي الأمريكية لإيجاد هوة بين الشعب والنظام من خلال الضغط الاقتصادي. وخلال حفل تخريج ضباط قال خامنئي أن أمريكا تحالفت مع من وصفها بالدول السوداء الوجه في المنطقة لزعزعة أمن طهران. أحد الأدلة على قوة الجمهورية الإسلامية هو التحالفات التي تقوم بها أمريكا في المنطقة، فلو كانت أمريكا قادرة على القيام بما تريد ضد إيران لما احتاجت إلى التحالف مع هذه الدول الرجعية في المنطقة، ولا إلى أن تطلب منها المساعدة للقيام باضطرابات ولزعزعة الأمن. طبعا عداوة أمريكا لإيران زادت يوما بعد آخر، ونفور الشعب الإيراني منها أيضا ازداد يوما بعد آخر. المرشد الإيراني أشار إلى أن من يدعو إلى الاستسلام للعدو كي لا يواصل إيذاءه لا يعلم أن تكلفة الاستسلام أكبر من تكلفة الصمود. البعض يقول لنستسلم كي لا يتخذ الأعداء مواقفهم، لكنهم لا يعلمون أن كلفة الاستسلام أكبر بكثير من كلفة المقاومة والصمود. صحيح أن للصمود كلفته، لكنه يؤدي إلى إنجازات كبيرة جدا تعادل مئات أضعاف نتائج الاستسلام بالنسبة إلى الشعب. الاستسلام أمام العدو الخبيث والعنيد لا نتيجة له سوى الذلة وفقدان الهوية.
وفي إيران أيضا أعلن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولة أبادي أن مجلس الشورى رفع قضية ضد البنك المركزي، وأشار إلى أن البنك لم يستوفي الإشراف الكافي فيما يخص الأزمة الاقتصادية التي شملت سوقي العملة الصعبة وأسعار الذهب. دولة أبادي لفت إلى أن المجلس رفع قضية إلى مكتب المدعي العام أحيلت على فرع الادعاء وأجريت تحقيقات مكثفة ولكن لم يتخذ قرار بعد. تحيي مصر الذكرى 35 لثورة 30 من يونيو والتي عرفت بثورة تصحيح المسار، ثورة أنهت حكم جماعة الإخوان المسلمين. خالد أبو عرب. لطالما كان مشهد خروج الملايين في ثورة 30 من يونيو يعد البرهان الأكبر على معاناة ورفض المصريين لاستئثار فئة بعينها بحكم مصر، فميدان التحرير الذي انتفض في وجه مبارك في ثورة يناير تضاعفت أعداد مناصريه وامتدت إلى الاتحادية وساحات محيطة بالتحرير رافضة السياسة التي تبعتها الجماعة التي أعلنت دعمها للمجموعات الإرهابية في سوريا تحت اسم الدولة المصرية بحسب المراقبين. كان لابد من استرداد مصر إلى مصريتها، هنا صار الناس وانضم إليهم الجيش، فكانت ضرورة وطنية ثورة الناس ضد هذا الحكم الذي كان فاشلا بقدر ما كان غريبا على الشخصية المصرية والطبيعة المصرية. 5 سنوات مرت على ثورة 30 من يونيو، هناك من اتهم جماعة الإخوان باعتماد أساليب العنف على أسوار الاتحادية ومحاصرة مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي، وبأنها تغاضت عن فتح المنافذ لدخول الإرهاب من سيناء وإليها. جميعا نتذكر أنه ب 30 يونيو توقف إرسال الإرهابيين والمقاتلين إلى المناطق المجاورة في الإقليم العربي لسوريا والعراق وليبيا، وبالتالي ظلال وفوائد 30 يونيو لم تقتصر فقط على الشعب المصري، لكن أيضا مظلتها الإيجابية ظللت على دول مجاورة مثل ليبيا ومثل سوريا ومثل العراق. لكن ما يلفت الانتباه بعد ثورة يونيو هو أن الأحزاب المصرية وتحالفات القوى السياسية التي وصل عددها من 24 حزبا في ثورة يناير إلى أكثر من 100 حزب بعد ثورة يونيو قد اختفت بشكل ملحوظ من الساحة السياسية وانخفض معدل تأثيرها في الفضاء العام. بحسب مراقبين فإنه لولا ثورة 30 من يونيو لكان مصير الوطن مرهونا بيد جماعة كانت تسعى إلى تقسيمه وتفريخ ألوان مختلفة من الجماعة المتطرفة، ثورة كان تصحيح المسار عنوانها بهدف الحفاظ على وحدة مصر. خالد أبو عرب، القاهرة، الميادين. كشفت وكالة رويترز عن اتفاق سري بين حكومة ميانمار والأمم المتحدة لن يحصل بموجبه اللاجئون الروهينجا العائدون إلى ميانمار على ضمانات صريحة بمنحهم الجنسية أو حرية الحركة في البلاد. وكانت الأمم المتحدة عقدت اتفاقا مبدئيا مع ميانمار في نهاية أيار مايو الماضي يقضي بالسماح لمئات الآلاف من المسلمين الروهينجا الذين فروا إلى بنغلاديش بالعودة طواعية وبأمان، لكنها لم تعلن تفاصيل الاتفاق في حينه. خسر المرشح الأمريكي لمنصب الأمين العام لمنظمة الهجرة الدولية أمام منافسه البرتغالي، ما يعكس استياء المجتمع الدولي من التعاطي الأمريكي إزاء أزمة المهاجرين التي تستمر في التفاقم. هبة الله بيطار. شهرا كاملا انتظر الشاب السلفادوري أرنوفيس ليرى طفلته ذات الأعوام الستة مجددا بعد عبوره الحدود الأمريكية المكسيكية بيوم واحد. ألقي القبض عليه وفصلت السلطات الأمريكية ابنته عنه من دون أن يعرف عنها شيئا إلى أن عاد إلى بلده لينتظرها. الحلم الأمريكي انتهى هنا، لم يعد هذا الحلم موجودا بالنسبة إلي، لذلك يجب أن يكون هناك طريقة أخرى للاستمرار في العيش. أزمة التعامل مع المهاجرين تتفاقم في الولايات المتحدة، وثائق جديدة رفعتها وزارة العدل الأمريكية إلى محكمة تكشف أن البيت الأبيض يعتزم احتجاز عائلات المهاجرين من دون تفريق أفرادها، ما قد يؤدي إلى احتجاز الأطفال لفترة تفوق المسموح به خلال انتظار إجراءات الهجرة.
هذا الاحتجاز يتعارض مع اتفاقية فلوريس التي تفرض على مسؤولي الهجرة إطلاق سراح قاصرين إذا تم احتجازهم لأكثر من 20 يوماً. وثائق وزارة العدل تلفت إلى التضارب بين الحالتين وتشير إلى ضرورة تعديل الاتفاقية لمعالجة هذه المسألة. حتى على صعيد المنظمات الدولية تضغط أزمة المهاجرين على الولايات المتحدة. المرشح الأمريكي لمنصب الأمين العام لمنظمة الهجرة الدولية خسر أمام منافسه البرتغالي في ضربة موجعة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المنصب الذي كان شبه محتكر من قبل الدبلوماسيين الأمريكيين على مدى 67 عاما ذهب إلى البرتغال، ما يشي بوجود امتعاض دولي من التعاطي الأمريكي إزاء أزمة المهاجرين. في الذكرى 70 لتأسيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، احتشد الآلاف في شوارع لندن وطالب المتظاهرون الحكومة بتقديم المزيد من التمويل والكف عن الإجراءات التقشفية التي تعرض النظام الصحي المجاني للخطر. موسى سرور. هيئة الخدمات الصحية البريطانية في خطر، هذا ما حذر منه عشرات الآلاف البريطانيين في تظاهرة حاشدة جابت شوارع العاصمة لندن في الذكرى 70 لتأسيس نظام هيئة الخدمات الصحية الوطنية. التظاهرة التي شارك فيها زعيم المعارضة جيرمي كوربن إلى جانب الأطباء ونقابات طالبت الحكومة بوضع حد بشأن عمليات التخفيضات على الخدمات العامة ووقف عمليات الخصخصة التي وصفوها بالمدمرة. الناس حاضرون هنا من أجل الاحتفال بتأسيس الهيئة الصحية الوطنية وفي الوقت نفسه لتدافع عن نظامنا الصحي. المتظاهرون أشادوا بالمهاجرين لمساهمتهم في تأسيس هيئة الخدمات الصحية، كما اتهموا المحافظين بتدمير إرث سياسي واجتماعي لما يمثله القطاع الصحي من رمزية نضالية للفقراء والطبقة الوسطى. فالرعاية الصحية بالنسبة إليهم حق إنساني ويجب أن تكون متاحة للجميع على أساس الحاجة لا على أساس المقدرة النقدية فقط. هناك تعمد في التخفيضات الحكومية من أجل إضعاف القطاع الصحي وتمهيد الطريق للشركات الخاصة للدخول إلى القطاع. تيريزا ماي كانت قد تقدمت الأسبوع الماضي بخطة تقضي بزيادة التمويل للخدمات الصحية الوطنية بعشرين مليار جنيه استرليني من خلال تحويل المساهمة البريطانية في ميزانية الاتحاد الأوروبي إلى ميزانية الصحة الوطنية، لكن الخطة قوبلت بانتقادات قاسية من اقتصاديين يرون صعوبة في توفير أموال بعد البريكسيت بسبب تراجع الناتج المحلي منذ استفتاء البريكسيت. يجمع البريطانيون على تردي أوضاع هيئة الخدمات الصحية الوطنية، لكنهم يختلفون في كيفية حل الأزمة الصحية. منهم من يرى أن الهيئة أثقلت كاهل الخزينة العامة، بينما يعتقد آخرون أن خصخصة القطاع الصحي تفقر جيوب العمال وتعرض الملايين من الفقراء لأن يكونوا لقمة سائغة لدى أصحاب الشركات الخاصة. موسى سرور، لندن، الميادين. خرجت البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو من مونديال روسيا لكرة القدم بعد خسارته أمام الأوروغواي بهدفين لواحد، وودع فريق الأرجنتين بطولة كأس العالم بهزيمة كبيرة أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. وشهدت المباراة تسجيل سبعة أهداف في قمة عرفت أوقاتا مثيرة قبل أن يحسم ديوكو فرنسا الموقعة لصالحهم. وأقصوا راقصي التانجو ونجمهم ليونيل ميسي الذي لم يسجل أي هدف خلال المباراة. لعنة الخروج تطارد الكبار. تذكير بالعناوين: تقدم سريع للجيش السوري في ريف درعا الشرقي، والجماعات المسلحة تؤكد فشل الاجتماع مع الروس في جنوب سوريا. البرلمان العراقي ينهي الدورة التشريعية بانتظار إعادة فرز النتائج، والمفوضية تعلن بدء العد اليدوي الثلاثاء. السويد تبدي استعدادها لاستضافة جولة المفاوضات اليمنية المقبلة.
وكان في نشرتنا رونالدو وميسي يودعان المونديال باكرا ومعا. ودائما للمزيد من الأخبار زوروا صفحة الميادين على الإنترنت، الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. ألقاكم بعد قليل.